تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين الأعزاء، وأرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، أذكركم برقم التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي، وما يدور في السوشيال ميديا. صبحك الله بالخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عيني على كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك وصبحك الله بالنور والعافية. ناخذ شوية بس نصائح. أمس كانت الإحاطة ذكرى عن يعني عن أشخاص، يعني كان في تجمع عائلي 30 شخص، صار في 30 مصاب مع كبار المواطنين مع طفل الرضيع. فنحن ننصح الجميع يعني باتباع الإرشادات والقوانين، وما يتجمعون إلا ضرورة. يعني قالوا التجمعات 5000، يعني الحين ما شاء الله هذول 30. فنتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، ويعني خصوصا مع كبار المواطنين وأصحاب أمراض المزمنة، يعني هم الأكثر يعني عرضة إنه يكون وضعهم يعني صعب إذا ياهم كورونا. فنحن ما نبغى نكون نحن سبب إن يعني المعاناة اللي هم بيمرون فيها إذا ياهم لا سمح الله. فنتمنى من الجميع اتباع إرشادات وقائية وعدم الخروج إلا للضرورة، وإذا طلعوا يأخذون الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات، وما ينسون غسل اليدين. يعني احنا يعني احس الناس غسلت نسيت موضوع غسل اليدين. غسل اليدين جدا جدا مهم. نعم. هاي من يعني هاي كان بس يعني كنصيحه حابين نقولها في البدايه عشان حياتنا تكون اكثر اكثر صحه وسعاده. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي بعض النصائح اليوميه اللي نحن نحطها تقريبا مثل نصائح يومية افعل ولا تفعل في رمضان. وأمس كان في بعض الأشياء المهمة اللي حطيناها إن لازم عدم تجاهل النشاط البدني، يعني حتى لو نحن كنا قاعدين في البيت ما يمنع نحن نسوي بعض الأنشطة اللي يعني ما تحتاج يعني واحد يركب، يعني ممكن أسوي بعض الأنشطة داخل البيت حتى لو كان داخل غرفتي. فنحن نتمنى من الجميع أيضا أن يتبعون وما ينسون الرياضة ويأكلون شوي شوي في رمضان عشان يتفادون المشاكل، مشاكل الجهاز الهضمي، وما يضطرون يروحون المستشفيات. خلينا هاي من بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى للجميع يعني الصحة والسعادة والسلامة يا رب، ونكون صحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعين الأعزاء، أيضا أذكركم بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وهذه الخدمة موجودة للاستشارات الطبية وموجودة خلال 24 ساعة. خدمة الدوائي أيضا، توصيل الأدوية أيضا من الخدمات المتميزة
اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، وأيضا خدمة واتساب اللي أيضا من خلاله يمكن مستمعينا الأعزاء التواصل مع خدمة واتساب، ويعني إذا عندكم أي استفسار يخص موضوع الكورونا أو أي استفسار طبي، جميع هذه الخدمات مستمعينا الأعزاء بإمكانكم التواصل على الرقم الموحد المجاني لهيئة الصحة 800-342. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، ولكن بعد الفاصل عندنا موضوع شيق، وعندنا فريق طبي مميز من مركز دبي للسكري، وبنتحدث معهم عن مشاكل السمنة عند الأطفال أثناء الحجر المنزلي، وهناك الكثير أيضا من المعلومات اللي بنتحدث وياهم إن شاء الله، ولكن كله بعد الفاصل إن شاء الله. خلكم معانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551-414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا أذكركم مستمعين الأعزاء بأن فقرتنا الثانية وحديثنا بيكون عن مشاكل السمنة عند الأطفال أثناء الحجر المنزلي، وبيكون معنا الدكتور شادي الطباع استشاري الغدد الصماء والسكري، وأيضا الأستاذة زينة يونس أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري. بإمكانكم التواصل معنا والحديث معهم مباشرة عن موضوع مشاكل السمنة عند الأطفال أثناء الحجر المنزلي. ولكن قبل لا ناخذ الفريق الطبي من مركز دبي للسكري، خلنا نقرأ معاكم أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. تقول: تأثيرات طويلة الأمد لفيروس كورونا. أظهرت دراسة جديدة أجريت في الصين معطيات أولية عن بعض الآثار التي يمكن أن تؤثر سلباً على عدد من أجهزة أجسام المتعافين من المرض على المدى البعيد. ومن الآثار طويلة الأمد على المتعافين من فيروس كورونا بحسب ما ورد في صحيفة ميرو أونلاين البريطانية، التأثير على الرئتين، فعندما يتعرض الجسم لفيروس كورونا يتسبب بالالتهابات، وهذا يجعل الجهاز المناعي ينتج خلايا لمحاربته. في بعض الحالات قد ينتج جسم الشخص المصاب فائضا من هذه الخلايا التي يمكن أن تضر بالأعضاء الحرجة في الجسم مثل الرئتين. كما يؤثر فيروس كورونا على القلب، حيث أظهرت الدراسة أن حوالي 20% من إجمالي المرضى الذين يعانون من كورونا في الصين يعانون أيضا من تلف في القلب أثناء دخولهم المستشفى. ووجدت أيضا دراسة أخرى أن حوالي 16% من المرضى يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، ووفقا للكلية الأمريكية لأمراض القلب. كانت هناك أيضا حالات فشل القلب الحاد والنوبة القلبية والسكتة القلبية بعد الإصابة بالكورونا فيروس. كما يؤثر فيروس كورونا على الكلى، ووفقا للجمعية الدولية لأمراض الكلى يمكن رؤية تشوهات الكلى في 20 إلى 50% من المرضى الذين يعانون من عدوى الكورونا الحادة. مستمعينا الأعزاء، مشاكل السمنة عند الأطفال أثناء الحجر المنزلي. إن استمرار فترة الحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وبقاء الأطفال لفترات طويلة داخل المنزل لابد أن يكون له تأثير سلبا على وزن ولياقة الطفل، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تكفل للطفل الحفاظ على نشاطه البدني مع التغذية السليمة والمتوازنة لتجنب بعض المشاكل الصحية كالسمنة وغيرها. الدكتور شادي الطباع استشاري الغدد الصماء والسكري عند الأطفال بمركز دبي للسكري، وأيضا الأستاذة زينة يونس أخصائية التغذية السريرية لمرضى السكري. صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباحك سعيد إن شاء الله. صباح الخير. أهلا وسهلا بالفريق الطبي المميز من مركز دبي للسكري. دكتور يونس، طبعا مركز دبي للسكري معروف من المراكز الرائدة والمتميزة والمتخصصة اللي تقدم خدمة يعني متكاملة وشمولية للمصابين بداء السكري، وأيضا يميز مركز دبي للسكري بأن
هناك عيادة متكاملة لعلاج الأطفال المصابين بداء السكري. دكتور، لو تعطينا أضرار السمنة والخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكري خاص بالأطفال وموضوع السمنة. أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين كلهم. عندنا بالمركز، هو طبعا مركز متعارف ومعروف كمركز السكري، ولكن لفئة الأطفال بالذات حاولنا نركز أن نقدم بعض الخدمات الأخرى، ومنها معالجة ومتابعة الأطفال اللي عندهم زيادة وزن زائد مشاكل الغدد مثل الدرقية وغيرها. تركيزنا على السمنة صار للأطفال لأنه من المعروف أنه الطفل اللي عنده زيادة في الوزن وسمنة نسبة كبيرة من هالأطفال في المستقبل رح يصيروا بالغين وعندهم السكري النوع الثاني. فموضوع أنه نركز على موضوع السمنة بالأطفال في المركز عندنا على مبدأ أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا بنقدر نتجاوز ونحسن وننزل الوزن ونعالج السمنة من الصغر ممكن نمنع حصول السكري على المدى الطويل. فلذلك قدمنا هالخدمة عندنا بالمركز بوجود الطبيب أنا وأخصائية التغذية مثل زينة، فريق للنشاط البدني والرياضة، إرشاد النفسي كمان، والمختبر والصيدلية، خدمات متكاملة حتى كلنا نحاول نساعد المريض وعائلته حتى يصير نزول للوزن. أهمية الموضوع زي ما حكيت، الطفل اللي عنده زيادة وزن المتعارف عليه أنه احتمالية حصول السكري النوع الثاني، ويحدث مش شرط ننتظر ليصير بالغ، حتى الطفل نفسه ممكن يجي سكري نوع ثاني، بالإضافة لأنه يكون عندهم قابلية لمشاكل الضغط والكوليسترول، مشاكل القلب، صعوبة الحركة، مشاكل نفسية كمان، كثير مشاكل تحدث من السمنة. وحتى على المدى الطويل السمنة ظهرت أنه تعمل قابلية لأشياء حتى مثل السرطان. نعم. على المدى الطويل. فلذلك هذا موضوع مهم جدا أنه نواجهه، وخاصة بوجود زي ما في حاليا وباء للكورونا. من فترة مطولة العالم يعاني من وباء اللي هو زيادة الوزن والسمنة. فمشكورين هيئة الصحة ساعدونا انه نهيئ هالموضوع حتى نحاول نعمل فرق في هالموضوع ونبطئ موضوع مشكلة السمنة. نعم طبعا دكتور، يعني متعارف بان هناك اسباب ممكن الانسان بأن يصاب بداء السكري، ومن ضمن الأسباب الأساسية اللي هي زيادة الوزن سواء يعني لدى الأطفال أو حتى لدى الكبار. فيعني البرنامج اللي تم وضعه دكتور من قبل مركز دبي للسكري وبالأخص عيادة الأطفال، الهدف منه الوقاية، يعني على أساس أن الشخص أو الطفل لا يوصل إلى مراحل متقدمة من السكري وممكن يستوي له مضاعفات، فأنتوا تعالجونه من البداية قبل يمكن العلاج الدوائي، هو علاج زيادة الوزن ونزول الوزن، على أساس أنه حتى يعني يمكن أكثر من 60% من العلاج يكون يعني انتهى أو قارب على الانتهاء بسبب نزول الوزن. بالضبط بالضبط. وجزء من الموضوع أيضا نحاول نكشف إذا في سبب آخر لزيادة الوزن. طبعا الشائع أن زيادة الوزن جاي من عدم اتزان بين كمية الأكل والنشاط، ولكن في نسبة من الأطفال زيادة الوزن لها أسباب أخرى هرمونية أو طبية، وجزء من اللي بنعمله أنه نحاول نكشف عن أي أسباب أخرى ونعالجها كمان. نعم طبعا أكيد دكتور، الجانب التغذوي أو الغذائي يلعب دور كبير جدا في موضوع زيادة الوزن لدى الأطفال، وأكيد يعني البرنامج الإداري أو عفوا البرنامج الطبي اللي تم وضعه من قبلكم أيضا تم الأخذ بعين الاعتبار موضوع التغذية. فبنسمع من الأستاذة زينة يونس أخصائية التغذية السريرية كيف يمكننا دمج المزيد يعني من النمط الغذائي السليم سواء الخضروات أو الفواكه في النظام الغذائي للأطفال. صباح الخير مرة تانية.
صباح الورد. الفواكه والخضار تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة كتير وأساسية للولد، ونحن إجمالاً بننصح أنه الطفل يحصل على 5 حصص من الخضرة والفواكه يومياً. فنحن مثل ما بنعرف أنه في عنا كتير من الأولاد بيعانوا بأنه ما بكتير بفضلوا أنه يأكلوا خضرة وفواكه، فنحن بدنا نكون يعني نجرب نحاول قد ما فينا نلاقي طرق لحتى ندمجهم الفواكه والخضرة بطريقة أنه ياخذوا احتياجهم اليومي. هلأ كيف فينا نعمل برمضان مثلا، هلأ كوننا نحن بشهر رمضان، حتى نساعد الولد أنه يزيد تناول الخضرة، منخليه يبدأ وجبة الإفطار مع العيلة بشوربة الخضار. فينا كمان خلال الوجبات الرئيسية اللي بتكون موجودة برمضان مثل السريد أو إذا كان في عيش وصالونة، نحن دائما ننصح الاهل انه يزيدوا كميه الخضره وانواع الخضره اللي بتكون موجوده بالصالونه. يعني فينا نزيد باذنجان بالصالونه، فينا نزيد سندال، فينا نزيد لوبيا والبروكلي، ونخفف كميه الرز واللحوم اللي بيكون موجود. هيدي بتساعد الولد يتشجع انه ياكل خضره اكثر. ثاني شغله كمان، اذا بدنا نفوت الفواكه، نحن بننصح انه كوجبه خفيفه ممكن نحضر للولد روب مثلا بياخذ، يكون في توت او يكون في فراوله، أو نحضر لهم سلطة فواكه كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور. أيضا كمان طريقة بنعملها نحن هون بالمركز حتى نغر الولد إنه ياكل فواكه أكثر، ممكن يقعدوا هن والأمهات إنه يطحنوا الفواكه اللي بحبوها أكثر شيء ويتلجوها ويسووا بوزة على تلج، فهيدي بتشجع إنه نزيد من كثرة تناول الفواكه. أيضا كمان خصوصي مع الأطفال الصغار اللي بيكونوا بعنده ما بيحبوا إنه ياكلوا خضرة وفواكه، بنلاقي طريقة كثير ناجحة إنه الصحن الولد يتزين بالخضرة والفواكه. يعني مثلا ممكن نحط شرايح خيار كعيون، الطماط صغير كأنف، شرايح الجزر كفم. فإذا منزين الصحن بمثلا أشكال كرتونية الولد بحبها، هيدي بتشجع أنه الولد كمان يزيد من تناوله. وآخر شيء كتير مهم أنه نحن بدنا نكون مثال أعلى الأهل. يعني إذا الولد بشوف الأهل عم يأكلوا خضرة وفواكه بين الوجبات أو على الوجبات الرئيسية، إجمالا الولاد بحبوا يقلدوا البالغين، فهيدي بتشجع أنه هي كمان يتناولوا أكثر خضرة وفواكه بالنهار. نعم. مستمعينا الأعزاء، معنا الدكتور شادي الطباع الاستشاري الغدد الصماء والسكري عند الأطفال بمركز دبي للسكري، أيضا الأستاذة زينة يونس أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري. بإمكانكم التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006، وحديثنا معهم اليوم عن مشاكل السمنة عند الأطفال أثناء الحجر المنزلي. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وراجعين، خلكم ويانا، هناك الكثير من المعلومات اللي بنتطرق معاه مع الفريق الطبي المميز من مركز دبي للسكري. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وحديثنا مستمر عن مشاكل السمنة عند الأطفال أثناء الحجر المنزلي مع الدكتور الفاضل شادي الطباع استشاري الغدد الصماء والسكري بمركز دبي للسكري، أيضا الأستاذة الفاضلة زينة يونس أخصائية التغذية السريرية لمرضى السكري بمركز دبي للسكري. أهلا ومرحبا بكم دكتور شادي وأيضا الأستاذة زينة. دكتور، نحن طبعا نعرف بأن موضوع يعني زيادة الوزن من الأسباب الأساسية لإصابة الأطفال بداء السكري، والبرنامج العلاجي المتكامل اللي تم وضعه من قبلكم أنتم بعيادة السكري في عيادة الأطفال بالسكري بمركز دبي للسكري، الهدف منه يعني تقليل الأضرار والمضاعفات للأطفال عن موضوع السكري. طبعا دكتور، هناك في بعض الأوقات يلجأ بعض الأطباء لاستخدام الأدوية لنزول وزن الطفل، فهل هناك أدوية توصف للأطفال المساعدة على نزول الوزن؟ هلا
من ناحية المبدأ ما في أدوية مرخصة لنزول الوزن من ناحية الاستخدام للأطفال. يمكن للبالغين في عدد من الأدوية التي تستعمل لتنزيل الوزن وتستعمل ويصفها أطباء السكري أو السمنة اللي للبالغين، بس للأطفال مش مرخصة رسميا استعمالها، ولا ينصح بها إلا في حالات خاصة جدا بقرارها الطبيب المختص حسب الوضع والظروف اللي الطفل عم بمر فيها. طبعا إذا كان الطفل يعاني من السكري النوع الثاني بسبب زيادة الوزن، مش بس زيادة وزن، صار في سكري، حسب العمر ممكن أحيانا كأطباء سكري أطفال نستعير ونستخدم بعض هالأدوية اللي بيستخدم بالبالغين، بس بوضع عادي وبدون سكري ما في أدوية أو لا ينصح باستعمال الأدوية بالأطفال، خوفا ما يكون لها تأثير على النمو والتطور الجسماني اللي بيصير في الأطفال اللي ما زال عم يتطور، ففي خطورة بالموضوع ولازم يصير بشكل خاص عند الطبيب وبأوضاع خاصة. فقط الأسلوب الأمثل لنزول الوزن هو الأسلوب الطبيعي، تخفيف الأكل، تنظيم الأكل مع الرياضة هو الأساس. نعم دكتور، أيضا أنا حاب الحقيقة يعني أسمع أكثر عن موضوع يعني التحديات اللي مثلا واجهتوها أنتم في موضوع البرنامج العلاجي يعني تقليل وزن الأطفال. كيف كان القبول من قبل الأهل، وكيف كانت التحديات قبلتوها أنتم في من الأهل أو حتى من الأطفال في موضوع البرنامج العلاجي؟ يعني من ناحية القبول العام اللي صراحة بشجعنا إنه نعمل الشغل اللي بنعمله كل يوم هو الأطفال وأهالي الأطفال اللي بيزورونا، اللي دائما بيشعرونا إنه مقدرين الجهد اللي بنعمله وبيسعوا قد ما بيقدروا إنه يطبقوا الأشياء اللي بنحكي عليها في الزيارة. ولكن في بعض التحديات، وهي تحديات مش خاصة فقط بدبي أو دولة الإمارات، ولكنها تحديات عالمية بهذا الموضوع. طبعا انتشر في كل العالم الفاست فود والأكل السريع الصحي، وفي زمن السوشيال ميديا وزمن السرعة صار هذا يعني تقريبا هو المتوقع، إنه كل الناس تسعى وتحب الفاست فود والأكل السريع وتأكل الأكل الغير صحي. فإحنا دائماً بنحاول نكون ضد هذا الشيء، ونحاول نشجع الناس إنه لا، لازم يكون في أكل آخر ونقلل من هاي المأكولات الغير صحية. فهذا من أحد التحديات اللي بنواجهها، إنه الناس تعودت شوية على بعض العادات الغذائية اللي مش سليمة، وأحياناً صعب التغيير شوي، وخاصة في ظروف معينة، مثلا إجازة الصيف لما الطفل في البيت طول النهار ما عنده مدرسة، بعض الأوقات بنواجه صعوبات في رمضان لأنه أحيانا الناس تكثر من الحلويات بين الإفطار والسحور، فيعني فبعض هالعادات صعب تغييرها بعض الشيء، فهذا أكبر تحدي بنواجهه. نعم دكتورة، تطرقت لموضوع الوجبات الخفيفة أو اللي نسميها السريعة، وحابين أيضا الأستاذة زينة يونس تكلمنا أكثر عن موضوع اليوم الوجبات السريعة أو الخفيفة دائما يعني محتواها الكثير من الدهون، محتواها الكثير من السكريات. مرات ممكن نحن ما نمنع، ولكن دائما نحن نركز وننصح بأن سواء كان الإنسان كبير في العمر أو طفل لابد أن يأخذ الحصة اللي هو يحتاجها، ودائما يأخذ الحصص اللي فيها الوجبات الصحية. أستاذة زينة، كيف يمكن يعني تقليل التكرار في تناول الوجبات الخفيفة عند الأطفال وبالأخص في الوقت الحالي؟
طبعا هلا اول شيء مثل ما انت ذكرت هلا وقلت انه هي الفكره، نحن ما بنمنع انه الطفل يتناول من الحلويات او الوجبات السريعه اللي هو بحبها، بس نحن اللي بنركز عليه مع الولد ومع الاهل انه ما يكون هالمأكولات موجوده بشكل يومي، صحيح. ونحط مثلا ممكن نهار او نهارين بالاسبوع ممكن الولد انه يطلب اللي هو بخاطره او ياكل الاشياء اللي هو بخاطره، بس هي منا اجمالا صحيه للولد. هلا شغله فكره انه تناول تكرار تناول الوجبات الخفيفه للاسف هلا عم نشوفها اكثر خصوصي بالحجر الصحي اللي نحن فيه، وكمان برمضان بين الافطار والسحور لما الولد بيكون خلص هلا براسه انه وقت انه يتناول حلويات. نصايح، احسن نصايح اللي نحن بننصحها، اول شيء انه خلي الولد يبدا هوايه جديده او مثلا يكتشف اي هوايه ممكن يكون عنده اياها قديمه، فهيدي طريقه واحده حتى نحد انه الولد يتناول وجبات متكرره خفيفه، هو انه نشغل الولد بانشطه ممتعه، مثلا ممكن نطلب نقترح للولد انه يرسم ويلون، يلعب الغاز وكلمات صور متقاطعه. نعم. اجمالا اذا الولد كان مشغول بنشاط هيدي بتقلل من احتماليه انه يفكر بانه ياكل وجبات خفيفه. ثاني شيء هي نبعد الطعام عن نظر الولد. اي طعام بيكون امام نظر الولد هذا رح يزيد خطر يصير في افراط بتناول الاكل. نحاول نتجنب انه نشتري الاطعمه اللي هي اوريدي عاليه بالسعرات الحراريه مثل الشيبس والحلايا والوجبات السريعه اجمالا. على الاغلب الولد اللي مش رح يطلب اي سناك اذا ما كان شافه قدامه بنظره على الاغلب. ولما بيصير وقت اصلا انه الولد ياكل سناك، هون نركز على طبيعه السناك اللي بتكون موجوده. دائما نحن بننصح السناك يكون بشبع ويحتوي على نسبه عاليه بالبروتين والالياف، لانه هيدي الاطعمه بتساعدهم انه يشعروا بالشبع وما يطلبوا بتكرار وجبات خفيفه. واخر شيء انه نركز على محافظه شرب الماء. هلا للاسف الجسم احيانا بيخلط بين العطش وبين الجوع، فلازم ناكد انه الولد عم يشرب كميات كافيه من المي كل يوم، هيدي ممكن تمنع يصير في عنده افراط بتناول الطعام. واجمالا نحن بنطلب بننصح سري انه على القليل يكون في 8 كاسات كاملين مي بالنهار لازم يتناولهم للولد، وخصوصا هيدي مهمه هلا برمضان لما ساعات بين الافطار والسحور منا كثير عديده الساعات الصيام، فبدنا ناكد انه الولد عم ياخذ احتياجه من مي خلال النهار ساعات اللي هن فاضيين فيها. نعم استاذ، عفوا دكتور شادي، طبعا في بعض الحالات واكيد انتم يعني في مركز دبي للسكري عياده الاطفال واجهتوا يمكن في بعض الاطفال عندهم زياده في الوزن، وهناك بعض الحالات دكتور تحتاج او تلجا الى بعض الجراحات لانزال الوزن عند الاطفال، فمتى ممكن يعني ينصح الطفل لإجراء جراحة في حالة إذا كان وزنه يعني في المعدلات الكثيرة، أو أن هناك دائما ممكن أن يتم أو يكون نزول الوزن عن طريق نمط الحياة، الرياضة، التغذية والأمور الأخرى اللي ما يوصل الطفل بعملية أو بالجراحة؟ هلا الجراحة اللي بيسموها البيرياتريك سيرجري اللي هي جراحة انزال الوزن، نعم، منتشرة وموجودة وفي كثير من المراكز والأطباء والجراحين عم يعملوها، ولكن لا ننصح بها لأي شخص دون 15 أو 16 سنة. نفس فكرة الأدوية اللي تستعمل، لأنه في بعض هالجراحات والأدوية قد يكون لها تأثير سلبي على نمو الطفل، وتأثيرات سلبية ثانية يمكن ما يتحملها الطفل اللي ما زال في طور نمو وقبل انتهاء نموه على عمر 15 أو 16 سنة، فلا ينصح بأي جراحة قبل هيك. حتى هلا لو بدنا نحكي عن الشخص اللي عمره 15 أو 16 سنة وبده يعمل جراحة ويمكن وجد طبيب أو جراح يعمل له العملية، بدنا نتذكر عدة أشياء، إنه مع وجود الجراحة بظل الأسلوب الطبيعي هو الأفضل والأمثل، وحتى للي بده يعمل جراحة، الجراحة بتكون أنجح، نسبة نجاح أعلى وبمشاكل بعد الجراحة أقل إذا الشخص عمل نزول وزن بشكل طبيعي حتى قبل ما يدخل الجراحة، وهي حتى للبالغين كمان نفس هاي الفكرة.
أفضل يصير نزول وزن بشكل طبيعي قبل الدخول إلى الجراحة. فقصدي بالموضوع أنه على كل حال راح يحاول راح يضطر ويحتاج الواحد يعمل نزول وزن بشكل طبيعي سواء بده يعمل جراحة ولا لا، ولكن لا ننصح بالجراحة للي دون 15 أو 16 سنة. صحيح دكتور، في نفس الحديث أيضا هناك طبعا زيادة النشاط البدني عند الأطفال أثناء الحجر الصحي. يمكن الأستاذة زينة يونس تحدثين أكثر عن موضوع كيف يمكن يعني تشجيع الطفل بخصوص موضوع الرياضة وزيادة النشاط البدني. ومثل ما ذكر الدكتور شادي بأن نحن دائما نتجنب يعني أن نوصل لمرحلة الأدوية للأطفال بنزول الوزن أو حتى لموضوع العمليات الجراحية، فكيف ممكن هناك طبعا الكثير من البدائل الأخرى، الكثير من التمارين الرياضية والأنشطة اللي نحن ممكن نشجع فيها الأطفال. أستاذة زينة لو تحدثينا في هذا الموضوع. هلا طبعا نحن حاليا بالوضع اللي فيه بالحجر الصحي متوقع انه مستويات النشاط قلت بكثير، وهيدا بيساهم ايضا اكيد على زياده الوزن اللي غير مرغوب فيه. فكثير مهم يصير النشاط البدني جزء من الروتين اليومي عند الاطفال حتى لو هن قاعدين بالبيت. مزبوط هلا ما فيهم يصيروا برا ويسووا الرياضه اللي كانوا يسووها قبل، بس هذا ما بيمنع انه ممكن نحن بالبيت نعمل رياضه يعني بتخلينا نحرق سعرات حراريه على قد ما اذا كنا عم نعملها برا، وبالتالي ما يزيد وزننا. هلا كثير مهم نسوي روتين يومي للطفل اثناء وجودهم في البيت، 30 دقيقة فقط باليوم من أي نوع حركة بتقدر تساعد أنه تخفف التأثير السلبي اللي هو بينتج من كثرة الجلوس. كثير مهم أنه نحاول نحد من الوقت يلي الطفل بيقعدوا عم يحضر تلفزيون أو عم يلعب ألعاب إلكترونية. ممكن نخلي نطلب من الولد أنه يساعد بمشاركة أعمال البيت المنزلية. ممكن نشجعهم إذا في درج في البيت أنه يطلعوا ينزلوا الدرج كذا مرة في النهار، فهيدي بتساعد على انه تزيد حرق السعرات الحراريه اليوميه. كمان لازم نتاكد انه يصير في جدول زمني للتمرين، يعني نحط وقت كل يوم انه هالولد لازم يقوم ويسوي اي نوع من الرياضه اللي هو بحبها. افكار كثير فيها نحصل عليها من عبر الانترنت. ممكن كمان انا بنصح دائما المرضى انه يعملوا رياضه تمرين بالبيت كعائله، هيدي بتشجع الولد انه كمان يسوي رياضه اكثر وانه يضلوا متحمس انه يسوي. وهلا خصوصي برمضان بنصح انه الولد بعد صلاه التراويح 30 دقيقه بهالوقت بعد الصلاه نقي اي نوع رياضه او اي نوع حركه بتحب انك تسويها ومنسويها، وطالما بتكون بشكل منتظم بوقت ثابت كل يوم هيدي بتشجع انه الولد يستمر فيها وما يزيد الوزن فوق طاقته بهالفتره اللي نحن فيها. نعم دكتور شادي، طبعا معروف بمركز دبي للسكري بأن وبالأخص عيادة الأطفال في مركز دبي للسكري، هناك برنامج تم وضعه من قبلكم دكتور شادي وأيضا مع فريق الطبي اللي موجود معاك الأستاذة زينة وأيضا أخصائية التثقيف الصحي. هناك برنامج متكامل للطفل، يعني يتم علاج الطفل ليس فقط بالبرنامج العلاجي الدوائي، وإنما أيضا يؤخذ بعين الاعتبار الجانب التغذية وجانب التثقيف الصحي وجانب النشاط البدني. وأكيد هناك دكتور طبعا عندكم أنتوا آلية بخصوص موضوع الاستمرارية في العلاج والتواصل مع الأسر سواء يعني الأم أو الأب، وأيضا حتى التواصل مع المريض نفسه إذا كان طبعا في الأعمار اللي هو يعني 12 و13 و14 سنة. لو تحدثنا شوية دكتور وبالأخص في هذا الوقت كيف يعني آلية التواصل بين الفريق الطبي المعالج من مركز دبي للسكري والمريض بحيث أنه يشعر المريض اللي هناك دائما في استمرارية وفي تواصل مع الفريق الطبي المعالج. هلا احنا اللي عندنا بالمركز النظام انه احنا في فريق زي ما تفضلت فريقنا المتكامل وكل واحد فينا له دوره طبعا حسب الحاجه لكل طفل بيجي علينا. المرضى الاطفال اللي عندهم سكري طبعا كل واحد بيكون عنده نعطينه سبل الاتصال معنا سواء بشكل مباشر او سواء عن طريق هيئة الصحة والأرقام التليفون التواصل، ودائما احنا موجودين بالخدمة حتى نساعد الجميع
أبوابنا مفتوحة للي يحضر ويشوفنا. مرضى السمنة بشكل عام عادة تواصلنا معهم بيكون أثناء الفترة العلاجية اللي إحنا مشرفين عليهم وبنحاول نساعدهم بنزول الوزن. بنحاول نخلي الزيارات اللي نلتقي فيها مع الطفل وأهله متكررة، لأنه في كثير من الأشياء اللي بنحاول نعلمهم إياها وندربهم عليها. والموضوع مش بس للطفل، الطفل والأهل، إنه ما بنقدر نفقد شيء فقط على الطفل والبيت بيعمل شيء مختلف. فحتى ننجح الموضوع هو موضوع علاج عائلي للجميع. فلذلك في هالفترات بيكون التواصل والزيارات متتابعة ومتقاربة حتى نبدأ حتى نضع الطفل وأهله على المسار الصحيح. متى ما صرنا على المسار الصحيح بصير أسهل إنه نباعد الوقت بين الزيارات، لأنه صاروا هم بصيروا يعرفوا شو اللي الأسلوب الصحيح وماشيين عليه إن شاء الله وناجحين فيه. صحيح. وهذا طبعا دكتور معروف في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي بأن البرنامج العلاجي اللي تم وضعه من قبل إدارة المركز والأطباء والعاملين في المركز هو الهدف منه، بأن يتم علاج المرضى المصابين بداء السكري يعني بمنظومة متكاملة مع فريق طبي متكامل، بحيث أنه يؤخذ إدارة الحالة الإنسان اللي مصاب بالسكري من جميع الجوانب أو من جميع النواحي، سواء الناحية العلاجية، الناحية الغذائية، الناحية الرياضة، وأيضا إذا كان هناك في موضوع يعني أو مشكلة في الجانب النفسي سواء للطفل أو للبالغ بما يتعلق بموضوع داء السكري. دكتور شادي الطباع استشاري الغدد الصماء والسكري عند الأطفال بمركز دبي للسكري، كل الشكر والتقدير لك وشكرا لمعلوماتك، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم الجبارة الحقيقة اللي تقومون بها بخصوص الأطفال المصابين بداء السكري. الله يسلمك، شكرا للمستمعين ولك على الأسئلة الحلوة، وأهلا بكم. الله يحييك. أستاذة زينة يونس أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري، طبعا أنتوا أيضا لكم الدور الحيوي والدور الكبير، لأن موضوع التغذية شيء مهم جدا ويلعب دور كبير جدا في حياة الإنسان المصاب بداء السكري. فاهتمامكم ويعني متابعتكم الدورية بالنسبة للمريض أو حتى أهل المريض شيء مهم وشيء حيوي، وأنتم أيضا متميزين في هذا الجانب. كل الشكر والتقدير لك أستاذة زينة يونس. شكرا كثير، أتمنى لكم كل التوفيق. الله يبارك فيك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد، ومثل ما ذكر الفريق الطبي المعالج من مركز دبي للسكري بأن هناك أسباب كثيرة ممكن الإنسان يصاب فيها بداء السكري، وبالأخص الأطفال السمنة أحد الأسباب الأساسية، ولكن لابد أن الطفل يكون في معدلات الوزن عنده في الأرقام الطبيعية، وأيضا يحتاج دائما وبشكل مستمر متابعة الفريق الطبي المعالج. مستمعين الأعزاء، التزامنا بالإجراءات الاحترازية والوقائية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة أستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم في بيوتكم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.